الثمين. آه نعم، هنالك نقاط جانبية أثارها بعض الإخوة في بعض الأوساط، مثلا إنه ما السبب بين ما سبب الخلاف بين الأخوين أي الشقيقين قائن وهابيل. هنالك عند بعض المفسرين العرب القول أنه كان بسبب النساء. هذا الكلام طبعا ليس موجودا في النص القرآني، ولكننا نجد هذا في تكوين مدراج تكوين ربا 22 فقرة 70، ولدت توأمة أخرى مع هابيل، فقال أحد الشقيقين أي قايين سآخذها أنا لأنني البكر، أما الآخر يعني هابيل فقال سآخذها أنا لأنها ولدت معي. الآن أيضا لا نجد في العهد القديم في سفر التكوين فصل 4 أي تفاصيل عن دفن، بعيدا منكم، عن دفن هابيل. ويبدو طبعا إن هنالك تلميحا قرآنيا عن هذا النص، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، أي ليري الغراب كيف يواري سوءة أخيه اللي هو قائن. يعني الله بعث غراب يحفر في الأرض. هلا في ناس بقول لك مش مكتوب يحفر، طبعا نكرر لم يرد في العهد القديم في سفر التكوين أي شيء عن الدفن. طبعا كان لابد من دفن الجثة، بعيدا منكم، وكما نقول في العربية إكرام الميت دفنه. طبعا لا أريد أن أتطفل، ولكن قوما يفسرون سوءة أخيه معناه ضعف أخيه. طيب كيف يواري ضعف أخيه؟ وين الضعف تبع أخوه؟ يعني هنا لا أتوجه إلى إخوتنا في العالم الإسلامي، بل أتوجه إلى بعض الجماعات يعني التي تقول إنه من غير أساس علمي إنه سوءة أخيه، من السوءة هنا هي حسب ما أدرك هنا هي الجثة أساسا. لما بتقول لي أن يواري ضعف أخيه، شو ضعف أخيه؟ شو هو الضعف؟ الضعف اللي خلاه يموت، ولو إنه قوي كان هو قتل أخوه. يعني إنه ما يواري يعني إيش؟ يحجب. طيب كيف بده يحجب؟ يعني حط كم من كيف يحجب؟ على كل حال إذا لا نريد أن نتطفل، ولكن في مدراج تنحومة عن سفر التكوين برشيت 10 عندنا تفاصيل. السؤال إنه هل يجب على الكتاب المقدس أن يحوي كل شيء؟ طبعا لا. نفتح آخر الإنجيل كما ألهمه الله وأوحى به إلى الرسول المحبوب يوحنا. شوف آخر فصل 20 آخر فصل 21 بعد إذنكم. آخر فصل 20 قول أي 30 وأتى يسوع أمام التلاميذ بآيات أخرى كثيرة لم تكتب في هذا الكتاب، وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله، ابن الله يعني كلمة الله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه. فصل 21 أي 25 وهناك أمور أخرى كثيرة أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا
لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسع الأسفار التي تدون فيها. أعود إلى نص قرآني نستشهد به كثيرا خصوصا في الشرق الأوسط. ما معناه؟ لا أستشهد به حرفيا، إنه لو شاء الله لجعلنا أمة واحدة. إذن ليس ضروريا أن يكون الكتاب المقدس مطابقا للقرآن تماما، ولا أن يكون القرآن مطابقا تماما للكتاب المقدس، وإلا لا يلزم كتابان، وإلا لا يكون هناك دينان. كنت أنسى ومعذرة منكم قضية الغراب. لا يهمني أو ليس من شأني الكلام عن النص القرآني إلا تلميحا، وأنا أسأل من الإخوة الأعزاء أي تعليق على موقعنا هذا أو على عنواننا الإلكتروني هذا، ولكنني انتقدت انطلاقا من اللغة العربية ومن المفسرين الذين أعرفهم القول غير المثبت وغير العلمي وغير المنطقي، عفوا، الذي يقول يواري سوءة أخيه السوءة، يعني الضعف. السوءة هنا هي الجثة. عندما في مدراش تنحوما عن سفر التكوين، يعني برشيد 10، يقول عندما قتل، يكتب عندما قتل قايين أخاه هابيل طرحت جثة هابيل جانبا، لأن قايين ما كان يدري ما يفعل بها، أول قتيل على وجه الأرض. على فكرة هذا يدلنا أنه آدم تعني الإنسان الأول. برضو في ناس، لا أدري إذا هذا موقف العالم الإسلامي، إنما في على الأقل جماعة بيقولوا أنه آدم اللي في القرآن ليس الإنسان الأول، قبله كان في ناس، على الأقل حسب العهد القديم والجديد آدم أساسا وأصلا تعني إنسان. آدم من آدما، آدما من آدوم، إذن آدم من أديم، وأديم من أدوم، أدوم يعني الأحمر، يعني التربة الحمراء، التربة الحمراء الخصبة بخلاف التربة السكنية غير الخصبة. يعني آدم من أديم الأرض، آدم أساسا في العهد القديم. ما فيش عندنا آدم كاسم علم، مستر آدم، السيد آدم الذي هو في الإسلام نبي، على الأقل حسب التقليد الإسلامي. آدم في الفصل الرابع من سفر التكوين بتصير ها آدم، أو لا عفوا، ها آدم هي دائما ها آدم الإنسان، ليس سمى الإنسان الأحمر أدوم من أديم، لأنه مأخوذ من تراب الأرض. هذا هو التفسير الشعبي العامي، آدم من أدما من أدوم. وعلى هذا الأساس إذن هو الإنسان، يعني الإنسان الأول. هذا هو موقفنا، إنه آدم هو ها آدم الإنسان الأول. طيب، عندما قتل قايين أخاه هابيل طرحت جثة هابيل جانبا، لأن قايين ما كان يدري ما يفعل بها. طبعا هذا إثبات إضافي إنه هاي أول قتيل بعيدة من هنا على الأرض. عندها أرسل إليه القدوس تبارك وتعالى هقدوش باروخه طيرين، مش مكتوب غراب، قتل أحدهما الآخر فحفر بحوافره ودفنه، فتعلم منه قايين فحفر ودفن هابيل. سيداتي سادتي، ماذا نستنتج؟ نستنتج إنه هنالك دائما مجال للحوار الأخوي بكل محبة،
بالتي هي أحسن والجدال بالتي هي أحسن. وطبعا العبرة إنه ليحترمن فينا الإنسان أخاه الإنسان، لأنه كلما نقتل لا سمح الله إنسانا فنحن نعيد مأساة قائين مع شقيقه هابيل. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا. اليوم الصبح تكلمنا عن قائين وهابيل، والكلام ما كانش في الهواء لأنه كان في بعيدا منكم أو قريبا منا، هون مع الأسف جريمة قتل. فحلو أنه زي ما قال رسالة يوحنا الأولى لا نقتدي بقايين الذي قتل أخاه. والقديس كليمندوس الروماني بابا روما بيقولنا أنه قتل أخاه بسبب الحسد. إذا في ناس بيقولوا هاي قايين وهابيل هاي كلها خرافات. شو خرافات هيها قدامنا؟ مع الأسف كل يوم كل أسبوع فيه قايين وهابيل، كل ما إنسان مقتل إنسان هاي قايين وهابيل. الآن بدنا نأتي إلى نوح، تسمع عن سفينة نوح، الفلك، الطوفان. برضو هون في ناس بيقول لك كل هاي خرافات. أولاً بدنا نرفض كلمة خرافات، لأنه في مش بس مكتوب عنها في الكتاب المقدس، كمان علم الآثار وعلم التاريخ، يعني قد ما نروح أو نتوغل في التاريخ منلاقي إنه فعلاً كان في يا طوفان واحد يا أكثر من طوفان واحد. في عنا شعوب مثلاً، هل الطوفان ساد كل الأرض؟ هلأ في الكتاب المقدس يقول كلها أرض، كل الأرض، هل معناها يعني اللي إحنا اليوم نسميه كل الكرة الأرضية ولا كل البلاد؟ كلها أرتس، هأرتس بأرتس يعني في البلاد. على فكرة في الأردن الأرض، في بعض أنحاء الأردن الأرض بسموها البلاد، قعد على البلاد، البلاد يعني الأرض. في شعوب زي ما تقولوا، هل لما بحكي عن كل الشعوب كل الناس منجاوب انه في عنا دائما في المسيحية، بدناش نحكي عن اليهودية، في عنا تفسيرين، في عنا تفسير حرفي وفي عنا تفسير معنوي. تفسير المعنوي تألق في واحد مصري اسمه أوريجينس. أوريجينس على فكرة أسس مدرسة في قيصرية، قيصرية البحر، لتفسير الكتاب المقدس. فعلا نجد انه في ثغرة في علم الآثار بين العصر الحجري القديم اللي بسموه رجل نياندرتال، نياندرتال على اسم الشخص اللي اكتشف هاي الجماجم، يعني يقال انه انسان نياندرتال من افريقيا اساسه. اذا في عندنا ثغره تاريخيه، يعني في فراغ بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الاقل قدما. في عندنا بهذا العصر الاقل قدما ببين انه نوعيه الانسان ارقى وافضل من اول. عالم الآثار مورغان بيقول إنه حصل فعلاً فترة اللي خلى فيها قسم كبير من الكرة الأرضية من السكان. بسبب إيش؟ بسبب فيضانات. شو اللي جاب الفيضانات؟ ذوبان إيش؟ جبال الثلج، يعني ذوبان
جبال التلج. وهي هذا الذوبان عمل بحيرات، عمل بحور يبدو انه منها منطقة آرال وقزوين، منطقة آرال وقزوين. في عنا كمان في الأساطير، هالمرة بقول أساطير خارج عن الكتاب المقدس، في عنا أساطير سومرية بابلية. في ملحمة جلجامش مثلا في شخصية اسمه أوتنابشتم، أوتنابشتم أحد بيسمع أحد الآلهة أظن اسمه بيل أو إلهة اسمها إيا، تسمع إنه الآلهة بدهم ينزلوا طوفان على الأرض، فبتنبه أوتنابشتم وبروح بيعمل سفينة وينجو فيها. طبعا الفرق بين هاي الرواية وما يسرده الكتاب المقدس هو فرق جوهري، الشبه عرضي، الشبه سطحي، ولكن الفرق ايش؟ جوهري. هون احدى الالهات بطق على بالها، او احد الالهه بطق على باله ينبه هذا الانسان هيك لا حضور ولا دستور، لانه بحب هذا الانسان. بينما في الكتاب المقدس ايش بقول؟ بعدين الالهه بخافوا، الالهه بخافوا، يمكن بخافوا من انه البشر صاروا كتار، صاروا يهددوا الالهه. هذا في الاساطير. حتى في احدى الاساطير الثانيه احذروا ليش صار الطوفان، لانه الالهه في السماء فوق، يمكن هاي الاسطوره اسمها او الملحمه اسمها انوما عيلش، انوما يعني حينما في العلاء. بامل انه يا هاي الاسطوره يا غيرها. المهم الالهه كانوا يا عمي اجل الالهه ايش بدهم؟ بدهم يناموا، انه يناموا زي ما بقولوا اهل القدس لا سبيل. ليش لا سبيل؟ لانه البشر اللي على الارض بيعملوا مشاكل ورأسوا، وتعرف زي ما احنا لما الواحد بدوي الراديو على الاخر، ولا الالهه مش عارفين يناموا. يا عمي اسكتوا يا جماعه، هوص يا زي اللي بقول صلوا على العذراء في حارة اليهود. عفوا، اذا الالهه بدها تنام، الآلهة في السماء إنه ما عيلش بدها تنام، الآلهة فيش فايدة لا سبيل. ليش؟ البشر بيعملوا ضجة، الضجة هاي صاعدة لوين؟ للسماء. خلينا بعد في الآخر تفقع مع الآلهة، بجمعوا المياه اللي فوق السماء، بيفتحوا ما في شبابيك قوة بسموها حسب التصور القديم. وفي كمان مي بتطلع من وين؟ بتتبخر من البحار، بيجمعها على هاي، ومره واحده بتشبوها وين؟ بكبوها على البشريه. هذا هو الطوفان في الاساطير. اذا ماذا نستنتج؟ مش تقول لي انه التوراه نقلت من هذول. اول شيء عند الاقدمين هذول من قلنا السومريين البابليين الأكديين، إنه كان في تعدد آلهة، إنه الآلهة بتخاف من البشر، الآلهة بتخاف من المياه. هاي إله بغاوز مع إنسان دون غيره. عنا في إله واحد، بس قبل ما نكمل على الإله واحد، عنا آثار في مدن، في مناطق من وين؟ من آسيا الصغرى، من القفقاس، من بلاد ما بين النهرين، آسيا الصغرى اليوم ما يسمى بتركيا، بلاد العرب، في مصر، في عنا آثار لإيش؟ لا طوفان، فيضانات، خصوصا وين؟ في مدينة أور الكلدانيين اليوم في العراق أعتقد، في كيش، أوروك، يعني مدن تانية. الكتاب المقدس طبعا الفرق إذن هو جوهري. بعدين شو بثبت لنا انه هذا الطوفان ما كانش فعلا عام على كل الارض، معناها كلها ارض، يعني كل البلد. اساسا الكاتب الملهم يكتب في زمانه ومكانه. بالنسبة لهم كل الأرض هل كانت تحوي كمان؟ هل في فكره
هل الله ألهمه إشي عن إشي عمره ما حلم فيه، مثلا وجود أمريكا ولا أستراليا؟ لا. على كل حال الشعوب اللي بيحكي عنها في الفصل العاشر هي مش كل شعوب الأرض. إذن كيف نستدل إنه مش كل 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 شعوب الأرض؟ نستدل من الفصل العاشر اللي بيذكر فيه لائحة شعوب، وطبعا لا تحوي كل شعوب الأرض. يعني الطوفان يا أبونا لا نوع واحد من معناه كان في ايش؟ عدة عدة فيضانات وبقيت وين؟ في ذاكرة الناس. هلا ماذا شو بنستنتج من سفر التكوين نفسه؟ شو بقول سفر التكوين؟ سفر التكوين إذا بقولنا إنه نوح اساسا بده يفسر لنا كمان معنى كلمة نوح. لا هيكم قاعدين زي ابو قاسم بياع الخيار، لا الي ولا علي. نوح طول عمرنا نقول نوح نوح نوح. طيب نوح هي كلمة كنعانية تعني المستريح، نوح او المريح يعني اللي ضميره مرتاح اللي حياته ايش؟ حياة راحة. وفعلا ضميره مرتاح لانه بيرضي ربنا، وبيرضي ربنا ليش بيرضي ربنا؟ لانه الله بغاوز معاه؟ لا، لانه اعماله صالحه. برضه بنيجي للرساله الى العبرانيين اللي بتفسر لنا، اللي بتحكي عن شخصيات العهد القديم، هاي عدد كبير منها خصوصا بفصل 11، بالايمان بنى نوح الفلك. سيدنا يسوع المسيح في الإنجيل الطاهر بعطينا كمان تفسير اللي لمحنا له ودائما منلمح له في هاي اللقاءات والندوات. والناس كانوا إلى زمان نوح كانوا يأكلون ويشربون يعني إيه ويتزوجون، يعني الناس كانوا إيش؟ ماديين دنيويين، زي مع الأسف في عدد أيضا من البشر اليوم، وكأنه ملخص حياتهم اللي ورد في الكتاب المقدس: جلس القوم يأكلون ويشربون ثم قاموا يلعبون. وبعدين من لقطة نسمع واحد ذبح الثاني، واحد طعن الثاني، وهذا فعطه وهي راحته، وهذا صار في طلاق، وهون صار في مشاكل، وهون صار في، وهذا ذبح هذا عشان بده يأخذ منه زبون عشان رحلة ب$3. إذن ليست عندنا هنا بالنسبة لنوح في الكتاب المقدس مش إنه في إله عنده محبة خاصة هيك طق على باله، خطر على باله إنه يدعم هذا الإنسان. أتنبشتم في الأسطورة بخلاف الكتاب المقدس. هلا في ناس بقول لك عفوا، طيب اذا شو بقول السيد المسيح؟ الى ان دخل نوح الفلك. وقت ما دخل نوح الفلك هون صار في ايش عندنا؟ صار في وعي انه الماده تجلب الماده، صح؟ الماده تدمرها الماده. شعب مادي ما بفكر غير بالحياه، تيجي ماده اللي هي ماده الماء وبتدمر الحياة. القديس بطرس في كتاباته ايش بقولنا؟ بقولنا شايفين هاي السفينة؟ ايش بنلاحظ؟ ولا اي تفاصيل ما بيعطينا، لا السيد المسيح ولا القديس بطرس ولا اي من كتاب العهد الجديد ما بيحكيناش ولا اي تفاصيل عن ايش؟ حجم السفينة. هاي التفاصيل وين موجودة؟ في سفر التكوين بس. شو معناه؟ معناه انه العهد الجديد هيو بايدي بنص اليوناني الاصلي اخذ ايش؟ العبرة، الزبدة، الخلاصة. اكد لنا انه الاشي تاريخي بشكل عام، ولكن نفهم بشكل غير مباشر انه ما نشددش وما ندقرش ايش؟ على كل التفاصيل. هذا إذن
بدلنا العهد الجديد يفسر ايه؟ العهد القديم. اللي بيسردوا العهد القديم بإسهاب، ومرات حتى مش بإسهاب، مرات باقتضاب، العهد الجديد ايش؟ برجع بعاود بحكي لنا اللي بيسردوا العهد القديم ولا بلخصوا؟ بلخصوا الاشي، بلخصوا حتى مش كل اشي بحكي لنا اياه. ليش؟ العهد الجديد يتطلع الى الحاضر اللي هو يسوع والرسل والمستقبل. مش ضروري عاود يعيد خصوصا للشعب اليهودي الاشياء اللي بيعرفوها ولا لا؟ هلا حتى احيانا في اشياء مش موجوده في العهد القديم، اما وين موجوده؟ وين اليهود زادوها؟ الحخامات في، وانتم صادقين، في التلمود، في التلمود او في الترجميم. الترجميم هاي ترجمات حره باللغه الاراميه من الاصل العبري. ماذا نستنتج اذا؟ انه كان لابد من اعطاء الاسباب في كل هالفيضانات صارت، تبيان انه المادة زي ما بقولنا، طبعا هذا مغزى معنى كلام السيد المسيح، المادة اللي الانسان بتعربش فيها هي نفسها راح تدمره. القديس بطرس في تفسيره شو بقولنا؟ انه الفلك هذا يرمز الى ايش؟ الى المعمودية. كيف انه؟ والمعمودية هي شهادة ضمير صالح. ضمير صالح تبع مين؟ ضمير صالح المستريح تبع نوح. إذا بلمح من بعيد لبعيد لا اسم نوح، بس ما بقولناش قديش كان الفلك وما قديش كان الفلك. ما هذا كل البشر خصوصا اليهود كانوا يقرأوا بالعهد القديم. زي ما الماء بدمر ولا لا؟ في الفيضان، في الطوفان، الماء يحيي وين؟ في المعمودية. وزي ما الماء يغسل كمان الماء ممكن ايش؟ يدمر. وعشان هيك دائما الناس بيقولوا لنا انتبهوا من المي ولا لا؟ المي بتكون عنصر حياه وعنصر موت. بحب هالمناسبه انبه زي ما نبهونا واحنا شباب صغار، بقول لك الخشب لا ينقل الكهرباء، بس الخشب المبلول نعم. يعني بدكم تنتبهوا كمان في بيوتكم على الكهرباء، بدكم تنتبهوا على المي. كل شيء ممكن يكون مصدر، المي مصدر عنصر من عناصر الحياة، ولكن ايش ممكن يصير؟ لا سمح الله عنصر موت. وعنصر الموت هذا في المعمودية يتحول الى ايه؟ الى عنصر حياة. هلا في عنا احيانا لما بتقرأوا نص سفر التكوين بتلاقي انه ايه؟ بيقول اشي وبعد ايتين ثلاثة اربعة بيقول اشي تاني يختلف عنه. طيب هل فكركم الكاتب الملهم كان غبي ما شافش انه هون في نصين غير متطابقين؟ لا، بيعرف وبيشوف. يعني بدنا نطلع احنا اشطر منه، هو اللي جمع هاي النصوص بالهام من الله ووحي منه تعالى. اذا ليش بترك لنا نصوص احيانا يبدو انها ايش؟ انها تتناقض، لان هاي تقاليد قديمه جدا تعود الى القرن قبل القرن الحادي عشر قبل الميلاد. هاي تقاليد الاباء والاجداد. فايش بحطها؟ بحط النصوص ايش؟ جنب بعض. ما بيحذف ولا نص. تذكروا عن خلق الانسان، كيف خلق الانسان في السرد الاول، الفصل الاول، بقول لك في الاخر الله خلق الانسان. في السرد الثاني الانسان ببين من الاول، ايه؟ طيب كيف الانسان الله خلقه بالاول ولا بالاخر؟ ما هو اذا في الاول معناه الانسان هو الاهم، اذا في الاخر معناه الانسان هو الاهم. انتم فاهمين علي؟ يعني إشي ببين ماديا إنه إيه؟ متناقض، ولكن في الواقع إيش؟ زي أنا دائما بتذكر هالمثل،
بس في ناس مش راح يسمعوني هلا مع الاسف يعني بحكيها بحزن. ليش لما تقول عن فلان سمعه ثقيل وتقول فلان سمعه خفيف؟ طيب سمعه ثقيل ولا سمعه خفيف؟ كل واحد، ما هي كل واحد صفة ثقيل والخفيف نفس الشيء، مع انه عادة ثقيل ايش؟ هي خلاف عكس خفيف. خليني اشوف شو في ملاحظات ثانية. بيقول لك اذا احدى المغازي او المعاني الموجودة، مش حكينا عن سفر التكوين الفصل الاول؟ شو في اذا بتتذكروا في سفر التكوين الفصل الاول؟ في خلق الله، خلق الخليقة. اذا بتقارنوا الفصل الاول مع الفصل السادس والسابع بتلاقوا انه عنا لوحتين متشابهتين. هاي الخلق الاول، اخر الخلق الاول شو قال يسوع؟ كل ما ربنا يخلق شيء شو بقول؟ ورأى الله انه حسن. حسن يعني جيد، مش حسن وحسين و... انه جيد، انه جيد، انه جيد. لما خلق الانسان شو قال؟ انه حسن جدا، مظبوط؟ ايه هون ايش بنشوف؟ انه الانسان صار سيء. طيب السوء هذا بعيد منكم، هل معقول انه اجى من ربنا؟ لا. اذا الخليقة اللي الله خلقها جيدة بحد ذاتها والانسان جيد جدا، هون صار في سوء عند الانسان. زي الشخصين اللي بنحكي عنهم، اللي واحد منهم قاتل واحد مقتول، اذا كان في قاتل واحد اذا مش اكثر. لما هدول خلقوا كانوا اطفال، كيف كانوا؟ ابرياء ولا ابرياء ولا قتلين قتلة؟ شو اللي صار بعدين؟ العالم دنسهم، شهوات العالم شافي. يعني انه دخل القدوس، الخطيئه لا تولد معنا لكن المجتمع يدفعنا اليها. اذا صار في شر، صح؟ وهذا اللي بقوله سفر، شكرا، هذا اللي بقوله سفر التكوين، انه الله خلق الخير في الانسان، شو طلع عنا؟ عنصر الشر. في خليقه اساسها خير، وفيش عنا احنا الهين، في عنا اله واحد طبعا. خليقه اساسها خير صارت بعيدا منكم شر، اذا لابد من خليقة جديدة. امتى بتبدأ الخليقة الجديدة؟ مع نوح. مع نوح، وهي رمز بقولنا مار بطرس للمعمودية. في المسيح يسوع كل من هو في المسيح يسوع هو خلق جديد. أنتم الذين في المسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم. زي ما قلنا مار بولس في رسالته لأهل غلاطية فصل 3 آية 27 وتابع، وزي ما منرتل في كل الطقوس خصوصا في الطقس البيزنطي الجميل. إذا زي ما قلنا في تقاليد مش خرافات، هي أشياء متوارثة من الآباء والأجداد، تحمل إيش؟ التفاصيل مش راح نهتم فيها إحنا، ولكن إيش تحمل؟ عبر، تحمل أفكار، تحمل تفسير لأشياء مهمة في واقع الحياة. هلأ وين الاعتراض؟ لحد الآن إحنا العهد القديم كيف نفسره؟ عن طريق العهد القديم نفسه، وعن طريق إيش؟ العهد الجديد. طيب هلأ في عنا بإخواتنا بالعروبة، إخواتنا بالإنسانية، في ناس مثل مين؟ يقول لك لا، التوراة نصها ناقص والنص القرآني أفضل. نجاوبهم بدون ما ندخل في أي معركة، بكفي المعارك اللي بنعملها مع اليهود. شو منجاوب إخوتنا هدول؟ إنه مش ضروري القرآن يطابق التوراة، صح ولا لا؟ لأنه لو القرآن يطابق التوراة مية في المية كان فيش عنا إشي جديد. ومش ضروري إنه التوراة
تطابق القرآن. أنت فاهم علي؟ يعني كل واحد على دينه. الله يعينه. في أشياء مذكورة في التوراة مش مذكورة في القرآن. في أشياء. إذن ما هي ما هو السبيل بدك تحكم؟ هل بصير تقول التوراة تقول كذا والقرآن يقول كذا؟ إيش في بين التوراة والقرآن؟ إيش عندنا؟ الإنجيل. عندنا العهد الجديد. العهد الجديد هو بفسر لنا يرينا كيف يجب أن نفسر العهد القديم. بحب أحكي إشي قلته بمناسبة تانية. مثلاً العهد الجديد لما بيحكي عن النبوات بيحكي عنها هيك بتلميح سريع، ولا بقول لك ما حصل هذا هو تتميم للنبوة اللي وردت في أشعياء أو في إرميا؟ نعم. إيش بيعطينا؟ بيأكد بالنبوات العهد القديم بيستشهد بالنص. بقول لك مثلاً هذا لما قيل في إرميا أو في أشعياء إيش يعني؟ ليتم ما قاله الله على لسان النبي ها إن العذراء تحبل وترج. وين لازم يولد المسيح؟ في بيت لحم. حلمان المسيحية بقتلوا بعض ليش؟ وذهب الناصرة ليتم كما قيل كما قيل إيش؟ وأنت يا بيت لحم إفراطة سافير. إذن يعطينا تفاصيل عن النبوات لأنه نبوات العهد القديم تحققت وين؟ في العهد الجديد. عندنا أكثر من 300 نبوة عن السيد المسيح بس ما برجع يحكي لنا عن تفاصيل قديش كان كذا وقديش كان كذا. هلا في عندنا كمان عبارات بقول لك اذا بس قبل ما بين العهد القديم والجديد لسه بين العهد القديم والجديد ايش في عندنا؟ في عندنا نصوص التلمود والترجميم عند اليهود اللي هاي كان عندهم تفسيراتهم الخاصة وإشي من تفسيراتهم الخاصة أيضا بقي له أثر لاحق بقي أثر منه. أبونا بتصور التوراة العهد القديم كل النبوءات هي نبوءات تمهيدا للمجيء المسيح اللي هي إنه العهد الجديد تحققت النبوءات اللي تنبؤوها في العهد القديم تمهيد للعهد الجديد. صحيح. إنما في ناس بقول لك قديش كان طول أو عرض سفينة نوح هذا كلام مش معقول. طبعا هذا كلام مش معقول لأنه إيش هم بأخذوها حرفيا مادية. ولكن السيد المسيح والرسل والتلاميذ كل عهد الجديد ما لمحوا ولا رجعوا لكل هاي التفاصيل. حتى في أشياء مثلا نوح بقول لك عاش كذا سنة أكثر من 900 سنة. طيب هل نأخذها حرفيا ولا مش حرفيا؟ احنا المسيحيين عندنا جواب بسيط جدا. في عندنا في المسيحية مش من اليوم من عزمان أوريجينس وقبله عندنا تفسيرين. في عندنا تفسير حرفي مع انه برضو التفسير الحرفي بقول لك السنة قبل ما كانتش زي السنة تبعتنا 365 يوم أقل. وفي عنا نعم زي السنة اليهودية لليوم أقل من السنة الميلادية سنة السجون في الإسرائيلية أقل من السنة تبعتنا هذا نعم هذا اللي بنحكي. وفي ناس بقول لك تفسير معنوي مثلا إنه لبث قولوا معاي نوح مع قومه مثلا 1000 سنة إلا 50 طيب 1000 إلا 50 يعني 950 سنة. سئل أحد الناس لبث مع قومه بقول لك لا مش هو ما كث مع قومه لبثت دعوته يعني طيب مش مكتوب دعوته لبث يعني إيش شو يعني لبث بقي لبث يوسف في السجن بضع سنين شو يعني لبث يعني بقي. إذن ناخد إحنا العبرة من كل هاي الأحداث وبترك الباقي طبعا لمناسبات ثانية. والآن نفتح المجال لأسئلتكم. بس ماذا يدل كلامي هون؟ كلامي يدل على إيش؟ هذا اللي حكيته أنا اليوم قديش صار اللي بحكي بدون مؤاخذة؟ قديش؟ في نص ساعة؟ أكثر من نص ساعة. واليوم الصبح سجلنا مع الأخ العزيز هون مدة قديش؟ ساعة وربع؟ يعني تقريبا كمان ساعة. كل هذا الكلام كنت حابب أقوله
بشكل مفصل في إحدى أحد البرامج التلفزيونية، ولكن طبعا لما أنا على التلفون ما عندي مجال، خصوصا الناس بيحكوا من الاستوديو ويكونوا ثلاثة أربعة قاعدين بالاستوديو، طبعا ما فيش مجال إنه أحكي بهذا الاتصال. عشان هيك لقيت إنه من واجبنا بل من حقنا إنه نوضح هاي الأمور، خصوصا وإنه بعض الفئات اللي بتدعي أنها، خليني أكون هون صريح، تدعي أنها تمثل الإسلام، في الواقع لا تمثل إلا مين؟ إلا نفسها، وبتحاول طبعا بتحاول تفسر التوراة على خاطرها بدون أي معرفة لا اللغات الأصلية ولا النصوص الأصلية ولا التاريخ القديم. وشكرا لإصغائكم.